كيلو أفخاذ دجاج، نص كوب طحين، نص كوب ليمون، 3 سن ثوم، ربع كوب زبدة، معلقة كبيرة زعتر ناشف، معلقة صغيرة بابريكا، كوب بقدونس ونص كوب مرق دجاج. طيب شوفي ايش رح نبلش هلا. هون بلشت احمي المقلاي، اوكي. بدي احط عليها شوي زيت نباتي عشان يحمى، يعني مقدار 3 معالق كبار برضو. بدي البس جلوفز اسهل لي. طيب سؤال، انا عندي سؤال. لا انا عندي سؤال. قال يلا نتخانق. طيب كيف انت بما انك بتدوقي اكل، اوكي، كيف بتحافظي على وزنك جد؟ هلا صراحه ما يعني ما بحافظ على وزني، حبيت بعاني كثير. جد؟ بس الفكره انه بحاول اعمل شويه بالانس، يعني لما احس حالي اني انصحت خبصت شوي مثلا بيومين 3-4 هيك. اوكي. انا من النوع اللي بنصح بسرعه، يعني على طول بيبين علي. اوكي زي انا بالهوا بنصح يعني. عن جد بس انت اسم الله هلا هذا السؤال بدي اسالك اياه. اوكي. بس بتعرفي كيف بوقف يومين مثلا، عرفتي؟ بصير مثلا امشي شوي، انا مش كثير بقدر التزم بجيم. فبصير امشي. هاي مشكله زي حالاتي انا، مستحيل. فبحاول امشي بلس المي، حسيت المي صراحه يعني كانوا يحكوا فرقت معي كثير، مفيد المي كثير. دائما بنصح يعني قد ما تقدري انه تشربي مي صراحه بتنزل هيك الجسم، بتحسي. طب ممكن تنعزمي مثلا على 2 فود تيستينج بنفس اليوم ويكونوا 2 دسمين؟ هلا هي الفكره، الناس بتفكر انه احنا بس نروح ناكل، او انه الاشي اللي منصوره انه كله بناكله. احنا ذواقه فعليا، انت بتذوقي من كل اشي شوي يعني. صح. فما بيكون الموضوع زي ما الناس بتفكروا، بيسالوكي انه كيف ما بتنصحي وكانه يعني ببعض المراحل. طيب. بدنا نذكر او بمشاركتكم على الفيسبوك يا جماعه، على صفحه عمان تي في اوفيشال على الفيسبوك. احنا لايف لين عم بسالوكي انت كم كيلو نزلتي ما شاء الله. حلو هذا السؤال. هذا ما رح اجاوبه على الهواء. لا انا نازله منيح الحمد لله. يعني كيف نزلت؟ مو سهل، دايت طبعا اهم شيء الواحد يحافظ على اكله، ورياضه ومي زي ما انت قلتي لي هلا. عن جد والدايت اهم شيء، الواحد يسكر تمه احسن شيء. بالاول كان صعب صح؟ جدا، مو شوي. طيب بدي اذكر برقم التليفون كمان اللي هو 06-5-66-50-55. بحب انكم تتواصلوا معنا، وانا هون لازم اشرح لهم ايش عم نعمل. خلطنا طحين والبابريكا وفلفل وملح، وهلا بدي اعطي الافخاد لون مع شوي مع الزيت بجلده طبعا عشان القرمشه هاي تضلها يصير شوي كرنشي. يس هلا. فعسيره انه كنا عم نحكي عن الدايت، مو سهل واول المشوار دائما، بس شوفي لما تبلشي تشوفي نتيجه بتصير بدك تكملي صح كثير. هلا مرات بضعف، اسمعي في لحظات يعني حبه الشوكولاته بتكون هالقد هيك بلوك بخلصه عادي ما في مشكله. الواحد مرات بالذات اذا كان تعبان وله فتره مش ماكل شيء منيح عادي. يعني ما عملتي دايت معين مشيتي عليه؟ مشيت على اكثر من دايت. طيب مثلا بهاي الايام اللي كنت عامله فيها دايت كثير، انعزمتي على شيء وكان في اكل كثير زاكي بتحبيه؟ طبعا. شفتيني لما كنا بواحد من المطاعم بتتذكري التقينا، كنت تشوفيني هيك لقم باكل انه تبع التيستينج؟ تبع التيستينج حسيت انه بيكون صحني بس ما اكلتي وقتها لانه عيب لازم ما فهمت الموضوع. هلا هيني هلا عرفت الموضوع. اوكي. فبنحط بمواقف بالذات عشان شغلي كمان. هون بالتلفزيون الشباب دائما طب ما بدك تاكلي من اللي اكل طبختي؟ انه اوكي اذا كان دسم مثلا هاي كلها طحين وقلي، بس لا يا جماعه اعملوها الوصفه زاكي. قال تخيلي عم بضارب على لا رح ناكل صراحه. شايفه كيف بصير لونها؟ كثير. انا ما بدي اياها تستوي. اوكي ضلها شوي على جولد يعني. بدي اياها لانه رح نرجع نحطها بالصوص، بس انا بدي اياها تاخذ اللون والقرشه تبعت الطحين. طيب
نقلبهم. لا لسه شوي، بديهم هيك يصيروا ذهبيين كلهم. طيب عنا مكالمة عبيل ما يتقلبوا عنا جاج. ألو؟ ألو؟ أهلاً. مرحبا. أهلاً يا أم محمد، كيف صحتك؟ تمام، كيفك أنتي؟ والله أنا كثير من معجزين إليك. كثير حبيبتي بخاتك. حبيبتي يا أم محمد، حبيبتي. الله يسعدك. عم بتجربي الوصفات؟ آه كثير، يعني بتحسيهم يعني زي أكلاتنا العادية، ما فيهم يعني إشي. حبيبتي زيادة. يا أم محمد حبيبتي، شكراً لمشاركتك. الله يسعدك. شكراً. في ناس بدلها دائما تشارك معك نفسهم، يعني بتكوني بتعرفيهم. في ناس بالذات اللي عن طريق انستغرام مثلا بيحكوا معي، بيرجعوا ببعثوا لي على انستغرام انه انا اليوم اللي حكيتك. فحلو، حلو صح، كثير حلو الشعور. كثير. ايش عم بصير عندنا على الفيسبوك؟ ناس عم بتحضر على الغداء وبيحكوا لك عم يجهز. هو هلا الناس تبلش تحضر للغداء، فاخذوا افكار. هاي كثير سهله الاكله. الدجاج المجفف. ايش هو؟ قولي لي. لا عم بقرا. طيب بتحبي اكثر الدجاج ولا اللحمه؟ اكلات الدجاج. انا كمان يعني باكل لحمه، منسف اللحمه مثلا بالنسبه لي، بس الدجاج بحبه اكثر يعني. احنا اغلب اكلنا على فكره بتلاحظي قلبنا يعني من زمان، مثلا المقلوبه حتى الكبسه حتى القدره من زمان كانوا يعملوها اكثر على لحمه، هلا من جديد لدخلوا على دجاج. صح صح. طيب هون ريحه زاكية. انا زمان ما كنت اكل لحمه ابدا. لحمه ولا لحمه ودجاج بشكل عام؟ لا لحمه. اوكي. لانه كنت وانا صغيره يطعموني اياها بالغصب، فصار عندي هيك. هذا قعدت فتره ما حدا يغصب حدا على شيء فعليا. أوكي. بعدين لحالي رجعت وصرت احبها يعني. اوكي. هلا برجع لك لهذا الموضوع. خلينا ناخذ اتصال. الو. 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 اهلا. مساء الخير. اهلا يا نعيم. يسعد مساك يا حنين. انا لين بس برضه حنين. يسعد مساك يا لين. اهلا فيك. اهلا فيك يا نعيم. يسعد مساكم جميع. الله يخليك. ولا حنين ولا فاي سابا ولا نجود. الله يخليك. ولا امتياز، كلكم مبدعين ومميزين يا لين. شكرا شكرا لك يا نعيم. انا دائما وابدا بتابعكم يا لين ويا حنين، دائما وابدا يوميا. ما احلاك. شكرا شكرا يا نعيم. انتو برنامج مميز جدا جدا. انا على فكره مش من هسه يعني، من بدايه البرنامج، من بدايه ما انفتح البرنامج بهار ونار. ما احلاك. انا مبسوط منك يا لين كثير كثير. ليه؟ مميز يعني. ايش هو؟ انا مميز بشكل مميز. ليه؟ يعني لانه مبدع ودائما بتضحك مع حنين، ودائما حنين بتنجح معاه، ودائما مميزه هيك. الها مطبخها الخاص. شكرا لك. الها بيتها الخاص ومطبخها الخاص. وبعدين في يوم الام انا انبسطت منك كثير كثير، لكن دمعتك اجت على دمعتي يا لين. ما احلاك. شكرا يا نعيم. شكرا لك. شكرا لمشاركتك. شكرا لكم وشكرا للطاقم جميع. انا بس بدي اسال يا حنين. تفضل. كثير الله يزيد فضلك. قبل 3-4 ايام لما قدمت البرنامج انا ربحت معاكم. بس ما بعرف، ما ودوا لي لا تلفون ولا ولا ولا. ما في مشكلة، بتواصلوا معاك. اتواصل معنا على الشركة أو على الفيسبوك وإن شاء الله هم بيرتبوا معاك. شكرا لك يا نعيم. شكرا لمشاركتك نعيم. كثير متحمس. متحمس ومبسوط ومن المتابعين بأول البرنامج. طيب قلينا هون الدجاج، شايفة كيف صار عندي كريسبي؟ بس أنا عبيت الدنيا زيت. بس فعلا ما خليتي كثير يستوي. لا لا، رح أرجع أحطه بالصوص تبعه. هلا نفسها بدي احط شوي من الزبده لنعمل الصوص. هلا هون الدسامه والزاكي. حسيت. اوكي. وبعدين بدي احط الثوم. وين هي الثوم؟ بدي احط الثوم بس ما بدي ينحرق، بدي ازيحه شوي. بدي اهرس ثوم واحط الثوم على الزبده، وعندي باقي شويه زيت فبيساعدني. تحبي الثوم؟ ثوم وزعتر. هلا كومبينيشن انا بالنسبه لي رائع. صح. بحسه هيك بضيف إشي للاكل دائما يعني. تحسي انه ما في داعي تحطي بهارات حتى. اوكي. هي هون. بعدين طبعا هذا عمل فوم عشان الطحين،
اللي نزل من الجاج. بعدين رح نحط صديقك الزعتر. الزعتر جايبة زعتر فريش وزعتر ناشف بزبط. ليه حطينا التنين؟ بس للنكهة، لقيت صراحة زعتر فريش بالسوق فأطيب بطلع. هلأ بدي أرجع أحط الجاج. أوبس، هاي هون. تمام. لا هاي رح نحطها ما بصلها شيء، رح نرجع نسخنها لأنه منظرهم بشهي عن جد. الريحة كمان بتشهي. وبعدين بدي أطفيه بشوية ليمون، شايفة؟ بس ليمون هاد؟ هذا بس ليمون. شوفي المنظر والريحة، الريحة عن جد كتير بتشهي. نرجع لموضوع انتي كنتي عم تحكي لي قبل ما يجينا التليفون، انه على قصة انك ما بتاكلي لحمة كنتي. كتير اطفال بنجبرهم ياكلوا اشي بيكبروا ببطلوا ياكلوا هذا الاشي. صح. هذا الاشي كتير غلط على فكرة، فاحنا خليهم نعملهم اياه بشكل تاني، بنعمل لهم اياه. عرفتي قصدي؟ انا شفت هاي تاعت الاشكال تقدري. كثير حلوين انه اذا شيء ما بيحبوه تقدري تعملي لهم اياه بشكل هم يحبوه، فبصيروا بيستلطفوا الموضوع يعني بالاكله. طيب حطيت هون شويه مرقه دجاج يا ساره. أوكي. عشان الصوص ما تنشف عنا، احطها كلها. وبعدين عن جد ريحه صح. بس انا انحرقتي. هلا بدي ارش رشه زعتر ناشف بالاخر، بحب المنظر. ونخلي الزعتر والبقدونس لاخر اشي لنزين. بدي احطها بالفرن عشان يستوي الدجاج. هلا يعني هون السر انه يستوي الدجاج بالفرن. يس.